السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بتوقيتنا ومساءكم بتوقيتكم. عندهم هنا في بريطانيا بل في كثير مراكز إسلامية عندهم أكثر من صلاة جمعة. صلاة جمعة الساعة مثال 12:30، في صلاة جمعة الساعة 1:30، في صلاة جمعة الساعة 2:30، أربع جمعات في مسجد واحد. يجوز هذا الشيء ولا ما يجوز؟ يجوز، ما في حرج. المساكين ما عندهم أماكن يصلوا فيها وعندهم زحام شديد جدا، والمسجد ما يستوعب إلا عدد معين، فوق هذا كورونا بعد قلل العدد، صارت الجمعة يمكن خمس جمعات. السؤال، يجوز هذا؟ قلنا احنا يجوز، ما في حرج. السؤال الثاني، طيب أي جمعة اختار أنا؟ إذا أنت عندك عمل في الدوام، في اليوم هذا عندك دوام، تختار الوقت اللي يناسبك أنت وتصلي الجماعة، أجر الأولى نفس الثانية، أهم شيء تؤدي الجمعة كما أمرك الله تعالى. لكن بعضهم شو يسوي؟ لا خلنا نتأخر، أنتم معزومين على غداء، خلنا نصلي الجمعة. لا لا، أدي الواجب اللي عليك، كل ما بكرت كل ما كان أفضل. طيب في سؤال ثاني، خطبة الجمعة عندهم بعض المراكز الإسلامية كلها بالإنجليزي، يجوز أن أصلي عند واحد أنا كمثال عربي ما أفهم إنجليزي، تخيل ما أفهم إنجليزي، أو دخلت مسجد والخطيب يخطب بالأردو ولا يخطب بالتاميل ولا بالتلقو ولا بأي لغة، ما يتكلم عربي، أنا جمعة صحيحة، نعم صحيحة، يجوز أن يخطبهم باللغة الإنجليزية، نعم، بس الدعاء باللغة العربية والأذكار باللغة العربية والقرآن يقرأ اللي هي خطبة الحاجة، أدى العرب بعد قاعد يترجمها، فهو تكلم باللغة الإنجليزية، الخطبة صحيحة إن شاء الله تعالى، خطبتين، جميل. طيب يجوز إن واحد بعد الصلاة أو أثناء الخطبة يترجم، مو أثناء الخطبة، يترجم بين الخطبتين أو بعد الخطبتين قبل الإقامة، بعد ما ينزل من منبر الإمام يقوم واحد من المترجم ويسوي ترانزليشن اللي هو الترجمة الفورية بعد الصلاة، بعد الخطبة قبل الصلاة، يجوز ما في حرج إن شاء الله تعالى.